شوفوا السلايد يا شباب. ايه نشوفها دكتور واضحة. نبدأ الحين في الكيس نمبر 123 year old male non-smoker presented with 3 month history of bloody diarrhea. His bloody diarrhea is associated with mucosa, abdominal pain and low grade fever. فنبدأ في واحد من الزملاء يقولنا differential diagnosis. هذه زي ما قلنا قبل شوي chronic with abdominal pain, mucosa and low grade fever. تفضلوا. Inflammatory bowel disease دكتور، تميل أكثر أنها تكون ulcerative colitis لأن ال non smoker. هي طبعا لنس اجري وذ يو، بس انه يعني ما هو جود ريزون انك تروح توورد وان انفلاميشن. يعني السموكينج اسوشيتد صحيح، لكن يعني بري يعني ليدنج يو فور سبيسيفيك دايجنوستس، لكن يس بوث اوف ذم انفلاماتوري باول ديزيز. طيب غير كذا، غير كرونز واسيتيف كولايتس، روتابل باول ديزيز الروتابل ممكن تكون بس مع لو جريد فيفر، يعني ممكن شويه تسوي لك تخليها ليس لايكلي. سيلياك ديزيز دكتور، سيلياك ديزيز ممكن برضه يكون لك انفكشوس كوز صح؟ فهنا نرجع لنفس البوينتس اللي كنا نتكلم عنها قبل دقائق. You have to start your blood work from the basic. CBC, kidney, liver, ESR, CRP, renal, liver function test. Look for malabsorption by B12, vitamin D, iron study. Do stool culture, stool analysis. Do antigens, inflammatory markers for the stool. Go for the full investigation, looking for any infection. ممكن just chronic infection صح؟ ممكن inflammatory bowel disease. وimportant point يا شباب في الهيستوري تيكينج، بعض الأحيان في شيء يدلك على حاجة. لو قال لك والله أنا عندي inflammatory bowel disease feature هذه، وعندي مثلا back pain inflammatory، عندي uveitis، عندي psoriasis، عندي large joint arthritis، عندي axial involvement، عندي skin lesion، عندي bioderma gangrosum، عندي anything في السكن، عندي mouth ulcers، لقيت الالكالين فوسفاتيز مرتفع، ممكن يعني sign of primary sclerosing cholangitis. All of these should give you a hint انه هذه inflammatory bowel disease. So the point هنا انه just take full history، يعني وجود low grade fever و mucus وشوية abdominal pain و diarrhea. This is good to give you a hint انه هنا inflammatory bowel disease. But further history ممكن مثلا one thing extra intestinal ممكن يعطيك hint about the diagnosis. عشان كذا دائما نقول الفول هيستوري، فول هيستوري. لما تروح الترافل هيستوري والفاميلي هيستوري والاشياء هذه then you will catch something. طيب هنا another case with same problem, active smoker, 9 months of again abdominal pain, weight loss, diarrhea. What is your differential diagnosis and so on. طيب هنا هذه very important part زي ما قلنا قبل شوي عن الـ infectious cause. Condition which can mimic ulcerative or Crohn's disease. هذه الـ infectious يا شباب is very important. Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli, Pseudomonas colitis, Chlamydia brochitis, Herpes. موضوع الـ colitis هذا الديفرنشال دايجنوستس تبع البكتيريال. طبعا ما يحتاج نمر في كل واحده ايش الدايجنوست هاو تو بريزنت، بس يعني جاست يو نو ات. وفي نن انفكشوس كوز طبعا زي اسكيميك كولايتس والباسكولايتس، هذه فيري كومن. يعني طبعا احنا نشوفها كثير في اللوبس والباسكولايتس، يكون عندهم انفلاميشن في الفيزل، يكون عندهم ريكارنت ابدومينال بين والدايريا والاشياء هذه. طبعا في بهجه ديزيز وغيره، فممكن يسبب الانسيدز. One of the very common cause of inflammatory bowel disease.
وممكن حتى هي فلير اب. في بعض الاستدي سينج انه ممكن هي تكوز الانفلاماتوري باول ديزيز. فهذه الدفرنشيال لابد تعرفوها. هذا السلايد از فيري مهم تو ديفرنشيت بين المايلد والسيفير. لا تقول لي علي رجع ما رجع دكتور، تكلمت قلت يقفل الجوال، مو مشكلة كمل. لا أنا طيرته من الغرفة ما عاد يقدر يدخل. طيب، فوجود الفريكوانسي زي ما تشوفه في الجدول، إذا كان less than 4 فهو mild، more than 6 فهو severe. البلد إذا كان plus 1 هذا mild، plus 3 and above هذا severe. The stool volume gram per hour زي ما تشوفه less than 200 and more than 400. البلس تمبرتشر السيجمويدوسكوبي الفايندينج الابدومينال اكس راي، هذه يو هاف تو سيت اند تو فايند ات يعني يور سيلف. الهيموجلوبين از ات لو اور نو، اللي صار از ات مور ذان 30 وسو اون. سو هذه شود ميمورايز ات تو ديفرنشيت بين السيفير والمايلد. طبعا هذه اللي تكلمنا عنها قبل شوي، سيستميك كومبليكيشن، قلنا الكونجكتيفايتس، قلنا الايرايتس والابسكلورايتس والماوث السر، الفاتي ليفر، البرايمري سكلروزنج كولنجايتس، الاوتو اميون هيباتايتس، هذه فيري امبورتنت ما قلنا لها. امايلودوسس هذه انذر ايشو اللي تجي في الكدني وفي البادي عموما اوفرول. فينوس ترومبوسس هذه فيري جود وان، زي ما تشوفوا تحت الصوره هنا في الاريديما نودوزم اللي قلناها قبل شوي، والبايوديرم جانجريزم، ميتابوليك بيرن ديزيز زي ما قلنا، انفلاماتوري ارثرايتس سواء تكون بريفرال في اللارج جوينت أو تكون أكزيال في السباين والساكروليايتس، وهذه تكون بوزيتيف زيها زي الأنكيلوزينج سبوندلايتس. الانفستيجيشن قلناها قبل شوي، الأنيميا الإي إس آر زي ما قلنا عن باوت الهيلثي كولون والكولونوسكوبي. شايفين في اليمين هاوس ريد ميوكوزا، في اللفت إز لايك بينك. هذا هو طبعا فيري جود بيكتشر تو شو يو هاو الفركتايل فراجايل والبلد الموجود في الـ 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 في الكولونوسكوبي. طبعا الباريوم اسفل زي ما قلنا، والام ار اي شوي ذا ستراكشرز لما تشوفوا في المنطقه او فيها لونج ستراكشر، هنا شايفين كيف ففيها لونج ستراكشر، وزي ما قلنا برضه حيكون في دايليشن في الباول وفي ميجا كولون وفي اوبستراكشن وحيكون في بعض الاحيان فيستولا. فهذه اول اوف ذا كومبليكيشن اوف كرونز ديزيز. طبعا هاو تو تريت الاكيوت اتاك بعدين بريفنت الريلابس، وهذا اللوجيك. اذا جاك واحد في اكيوت فلير يو هاف تو تريت الاكيوت فلير، بعد الاخير keep him in the maintenance therapy to prevent another or second attack of Crohn's disease. طبعا هذه الدرج لازم تعرفوها، الستيرويد is for acute management and sometimes they use it for chronic management but usually for acute control of the flare. لكن بعض المرضى يحتاج small dose of steroid for longer period to control the inflammation. الأدر درج اللي usually used orally طبعا السلفاسالازين والبنتازا والأساكول، هذه اللي very commonly used. فالأزو compounds يعني زي السلفة سلازين هذه is very commonly used، وبعدها نشوف البنتازا والأساكول. غير كده طبعا قلنا الاستيرويد، وبعدين في الاميونو مدريتر اللي هي above level above اللي هي mainly الإمران تمام، اللي هو الأزيتايابلين. فهذه الميثوتروكسيت is not commonly used for inflammatory bowel disease. فالدرج اللي أباك تعرفها بتعرف الكمبليكيشن تبعها، مو لازم تعرف الدوز بس تعرف إن هذه أوبشن، وهذه مثلا السايد افكت تبعها اللي هي البنتازة السلفاسالازين، طبعا الكورتيزون سبارت سواء كان أورالي ولا آي في ولا واتيفر على حسب الحالة، والإيمران is very important one. في الكيسز السيفير اللي عندهم مثلا سيفير انفلاميشن وفيلد الأورال ثيرابي، على طول نصير نعطيهم الأنتي تينف ثيرابي اللي هو تيومر نكروسس فاكتور الفا انهبيتورز زي الانفليكسيماب والاديلوماب والسيرتيلوزوماب تمام، وكذلك في بعض الحالات السيمزيا اللي هو السيمبوني. لكن ابغاك تحفظ الثلاثه هذولي، الانفليكسيماب والاديلوماب والسيرتيلوزوماب. الان في اذر ميديكيشنز مثلا زي الزالجانز، هذا دواء جديد للالسريتيف كولايتس زي فور اكزامبل الستلارا، بس انا ما ابغاك تدخل ديب، أباك تعرف إن عندنا فيرست لاين اللي هو السلفاسالازين والأساكول والبنتازا، وفي عندك بعدين الميونو مودوليتر مثل الإيموران اللي هو الأزوتهيبرين، ولاست ستيب ويوز أديلوماب اللي هو الهيوميرا. صحيح الأديلوماب اللي هو الهيوميرا، ولا السيرتيلوزوماب اللي هو السيمزيا، ولا الإنفليكسيماب اللي هو الريميكيد. هذه كلها نفس الأسماء تستخدم تو تريت الديفيكلت كيسز. وطبعا دي يوز هذه حاجه حلو سلايد، انه في المايلد مي دي مي يوز الانما
او السوبوزيتوري جست تو كنترول الالسريتيف كولايتس لوكالي لانه هو ايزوليتد للكولون. سب تايم تحتاج هاير دوز اوف ستيرويد ولا امينو سلسليت. وبعض الاحيان سيفير كيس تاخذ اي بي ستيرويد وهيدميشن وهيدريشن، وزي ما قلنا ممكن نوصل للاميران الاميون موديليتر اللي هو الازيتابرين، وسم تايم نوصل للانتي تينف. وطبعا فور اول ذا بيشنت هذه فيري امبورتنت تو تريت الانفكشن. سم تايم يكون في سوبر امبوزد انفكشن، وسم تايم اتس برايمرلي انفكشن اصلا ما في انفلاماتوري باول ديزيز. فيو هاف تو نو انه اذا في اني ريسك اوف انفكشن يو هاف تو تريت الانفكشن سواء كان برايمري اور سكندري infection. ولا تنسى هذه very important inflammatory bowel disease patient have 2 to 3 fold increased risk of developing DVT ولا PE. يعني عندهم almost triple the risk like normal population to have DVT, deep venous thrombosis ولا pulmonary embolism. فهذول يبقى لهم prophylaxis anti coagulation once you admit the patient. طيب فهذا كله قلناه قبل شوي. Maintenance of remission زي ما قلنا amino salicylates as a first line agent. هذه لازم تحفظوها يا شباب لأن هذا question. What is the first line maintenance therapy for the patient with ulcerative colitis؟ بتحط لي the oral therapy. If the patient fail يمكن تحط الأشياء الثانية مثل البنتازة والبريدنيزولون والإيموران الأزوثيبرين والأنتيتينف. وهذا الجداول لابد أنك تمر عليها to differentiate between how to treat a low risk patient with mild to moderate with the oral steroid والمسلزمين اللي هو البنتازة ولا السلفاسلازين. والmore severe cases ممكن you go up with Imuran methotrexate which is less likely ولا you can go up with anti-TNF ولايك الاستدارة اللي قلناها قبل شوي اللي هي يوستيكونوماب and so. So just ما يحتاج تحفظ الدوزز، تحفظ بس the first line والsimple cases have to treat it with البنتازة. والcases are difficult or sulfasalazine. Cases are difficult you may go for Imuran ولا anti-TNF like هيوميرا والسيمزيا والريميكيد والاستلارة وغيرها. طبعا هذه الانتيبيوتكس اللي you should give the patient usually they give the Cibro ولا الفلاجيل to control superimposed infection. هذه الكيس basically. أبغى أعطيكم في أسئلة قبل ما نروح البريك وبدنا نبدأ اللكتشر الثانية. أي أسئلة يا شباب؟ طيب يبدو لي ما في أسئلة، نطلع بريك 10 minutes ونرجع نبدأ اللكتشر الثانية اللي أعتقد أنتم مرة متحمسين عليها.